هل تركيا حزب الله؟ هل تخلت إيران عن حزب الله اليوم بعد هذا التصريح وبعد الإشارات التي لا تفتأ طهران بإرسالها إلى واشنطن وإلى المجتمع الدولي، إشارات التهدئة بطبيعة الحال؟ تحياتي لك سيدتي، لضيوفك، للمشاهدين الكرام. لا شك أنه نحن كنا من أصحاب أنا الرأي الذي يقول أنه حزب الله هو من الجسم الإيراني وليس منفصلا عن هذا الاسم، وليس طرفا حليفا مثلا كحماس ممكن أن تكون حليف لإيران، لكن حزب الله من أصل هذا الاسم. تخلت بالتأكيد في شيء من التخلي، ترك حزب الله وحيدا في هذه المعركة. في كلام ملفت كان لخامنئي أمس، والذي نقله قائد الحرس الثوري السابق في لقاء مع قيادات من الحرس الثوري، ونشر في وكالة مهر الإيرانية أمس، عندما تحدث يعني كان يعبر عن غضبه يعني أو يعوض عن عدم مشاركة إيران لفظيا بأنه قال أن الكلب نتنياهو يريد أن يجرنا إلى الحرب ولن نعطيه هذه الفرصة، وأن السيد خامنئي لا يرى أن هذه في أن إيران تريد أن تحارب إسرائيل في هذه المرحلة. هذا الكلام كان عم يأتي في اللحظة الذي يتعرض حزب الله لأقصى ضربات شديدة في لبنان، وكانت مفارقة وبدأ وكأنه هذا كلام ضوء أخضر. بالتالي في شيء من التخلي، بالتأكيد تخلوا عن غزة في تخلي، لكن يبدو إيران في وضع بتقديري وضع حرج، يعني ليس تخلي برأيي بالمعنى يعني الإرادي، إنما هناك يعني مقايضات ما تجري بشكل أو بآخر. ربما هذه المعركة في لبنان لها أفق محدد، ليست مفتوحة على ما هو الوضع أفق المحرج؟